الحمد لله، السلام عليكم. هناك من يشتكي أنه دعاؤه لا يستجاب، دعاؤه لا يستجاب. لاستجابة الدعاء من شروطها، من شروط استجابة الدعاء، يجب أن تستغفر. إذا أردت الدليل فسيدنا سليمان عليه السلام في دعائه المشهور: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ربي اغفر لي، سبق الغفران. الاستغفار يعني يجب الاستغفار وطلب حاجتك بعده، يعني وراء الصلاة، وراء الصلاة بأي صيغة شئت تستغفر الله 100 مرة وتدعو بهذه الآية التي سترى في الشاشة، تقرأها 7 مرات: إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. تقرأها 7 مرات وتدعو حاجتك، اتفقنا؟ تستغفر الله 100 مرة بأي صيغة شئت، وتقرأ هذه الآية التي سترى في الشاشة 7 مرات و تدعو إلى حاجتك. الاستغفار مربوط بالدعاء وبالاستجابة. المدة التي تشاء أنت يوميا، أو المهم يجب أن تربطها وراء الصلوات. تصلي، انتهيت من الصلاة، تستغفر الله 100 مرة وتدعو وتقرأ الآية 7 مرات وتطلب حاجتك بإذن الله. هذه من التجارب استجابة الدعاء إن شاء الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.